السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. واليوم عندنا أصغر دراجة بطح بالعالم. أصغر دراجة بطح بالعالم، شوفوها شلونها، طبعا حقيقية تعمل على الوقود. هي مال صغار بس مو مال أطفال كلش، لأن هاي تعمل على الوقود وحتى شوية سريعة، لازم واحد ينتبه. هي مال أطفال لكن قوية، حتى الكبار ممكن يصعدون عليها. المهم أنا هسه بداخل المستودع وما أقدر أشغل لكم إياها، وراح أعرض لكم واحد فيديو أنا شغلتها بي، أخلي مع هذا الفيديو وشوفونه. كلش جميلة، كلش حلوة وجميلة. طبعا هذه تشتغل على الوقود، هذا الهندر مالتها، يعني هيك بهاي الشغلة هاي وتشغلها، عرفت شلون؟ أنا هسه ما خادلها لا ولا وقود ولا شيء، كلش جميلة. هذا كله بلاستيك، وهذا هنا تخلي الوقود، هنا الخزان مالتها، هذا الخزان مالتها، راح اشوفكم منها تجيها. طبعا البريك مالتها ديسكات تاير، شوفوا نفخ هواء، بريك امامي خلفي ديسكات، هذا ديسك والخلفي ايضا ديسك، وهنا عندك زنجيل، هنا عندك الزنجيل، وهنا عندك الصالنصة مالتها، هاي احنا نسميها بالعراق صالنصة، باللغة العربية شي يسموها ما اعرف. صراحة جميلة كلش وقوية، يعني مو بس شكل، عرفت شلون؟ كلش قوية. وهذا الستاند مالتها، وهذا النوع الثاني الاحمر، شوفوه شلونه. طبعا هذا احنا هسه بالكارتون يجي بهالطريقة، هذه انت من تفتحها بعدين لازم تسوي هيجي وتضب البراغي، بس هذا على مود التخزين. دقيقة أجيب لكم الكراتين مالته، أنا عندي 20 قطعة. لا ما أجيب كرتونة فاضية حتى أقول لك، هاي نفسها جابها وجه. يا الله، هاي هي حلوة وجميلة وكرتونتها صغيرة. هسه هذه لونها نفس هذا المفتوح، هذه لونها احمر نفس هذا المفتوح، كلش جميله روعه صراحه. شلون حلوه، شوفوا الالوان، الشكل مالتها، الموديل، عرفت شلون؟ وتتحمل وزن. هسه راح اشوفكم تصوير، هي مو مال كبار، يعني مال اطفال، اللي هم مو اطفال، يعني اللي هم ايش يسموهم احنا، يعني لا هو شباب ولا هو طفل، بالنص. اي تقريبا، وتتحمل يعني الوزن تتحمل. انا وزني هسه 80 كيلو 87 كيلو عادي، كلش ماكو مشكله. يعني هسه حتى شوف الدبلات مالتها، على فكره دبل امامي دبل خلفي بيها، انا اشوف والله، أنا أشوف دبل أمامي خلفي لو بس أمامي، أعتقد بس أمامي، أي دبل بس أمامي. وهذا عندنا الكابريتر مالتها، هذا المحرك هنا يصير، وهذا الكابريتر من جوا بالداخل، اللي يعرف شنو الكابريتر اللي هو مال الوقود، كلش حلوة. خليني أقول لكم السعر مالتها، سعرها 120 دولار، حجم المحرك 49 سي سي، 49 سي سي يعني شنو؟ ما تندرج ضمن الدراجات اللي هي يراد لها تسجيل، عرفت شلون؟ يعني هاي تعتبر دراجة لعبة، لأن حجم المحرك أقل من 125، فأقل من 125 ما يحتاج لا تسجيل ولا أي شيء، يعني حالة حال اللعبة، وهي مو سريعة، سرعتها يمكن 20 أو 30 ما أدري، يعني بطيئة. هسه راح اشوفكم الفيديو، انا شغلت وحدة ومشيت بها وتعرضت لحادث وقعت بها وانجرحت. والله بس اسوي لكم الفيديو، بداية هذا الفيديو راح اقلل الفيديو مالت القديم وشوفوا ضحك واستمتعوا. يلا والسلام عليكم ورحمة الله. خليها ويا صاحبتها، ها هي. على فكرة اقل كمية ممكن تاخذ 5 دراجات، ما ممكن اقل، اقل كمية تاخذ 5 دراجات. احنا نسوي هذا الشيء على مود نحمي التجار اللي هم يشترون البضاعة ويريدون يبيعون مفرد، عرفت شلون؟ يعني اذا ياسر يبيع واحد واحد، لعد هذول اللي يشترون من عندنا شلون يشتغلون؟
فأنا ما أبيع قطعة قطعة، أبيع خمس قطع. يعني أنت يا أخوي تشتري خمس قطع وأنت تبيع مفرد، مثلاً تشتريها من ياسر $120 تبيعها على باب الله تسترزق بها $190 $180 $200 على حسب السوق مالتك، وهي تشتغل على الوقود. والسلام عليكم ورحمة الله، تحياتي لكم. واحلى وقع على البث المباشر. يا بي. احلى وقع على البث المباشر، اتمنى تكونوا استمتعتوا. هذا اللي يضحكون. محمود محمود، خلي محمود يلعب. ما هو انت وخايف وهلا يلا محمود، خلي محمود يلعب بيها حتى نصور، بس مو تسقط محمود. الله يسلمكم حبيبي، الله يبارك فيكم. طبعا هي هذه دراجة للاطفال، بس احنا نجربها على مود تشوفوها لان ما عندنا اطفال. والله وقع حلوة. لا يا ما حد شاف على البث المباشر. الله يسلمك حبيبي، رحم الله والديك. آخر قطعتين سعر القطعة $135. دراجة للأطفال هذه. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي، الله يبارك بيكم. مصوريني ذول الملاعين. ها؟ صورني ولك، تعال شوف. والله. ايش مع ضحك بالعافية. هذه دراجة للأطفال للعب. الأطفال فقط. هاي آخر 2 قطعة، بيع كمية كلها. والسلام عليكم ورحمة الله، أتمنى تكونوا استمتعتوا. دحكي. أوكي، السلام عليكم ورحمة الله. طلع هذا البنزين سادينا من هنا. خاف يصير عندكم مرة ثانية، راح أشوفكم شنو المشكلة. لا لا سيد شجيقة ويا جيتا من كان. جيتا من كان. هذا مال بنزين. هذا هسه مفتوح. يلا بسم الله الرحمن الرحيم. واحلى وقع على البث المباشر. يا بي. احلى وقع على البث المباشر، اتمنى تكونوا استمتعتوا. هذا اللي يضحكون. محمود محمود، خلي محمود يلعب. ما هو انت وخايف وهلا يلا محمود، خلي محمود يلعب بيها حتى نصور، بس مو تسقط محمود. الله يسلمكم حبيبي، الله يبارك فيكم. طبعا هي هذه دراجة للأطفال، بس احنا نجربها على مود تشوفوها لان ما عندنا أطفال. والله وقع حلوة. لا يا ما حد شاف على البث المباشر.
الله يسلمك حبيبي، رحم الله والديك. دراجة للأطفال هذه. وعليكم السلام ورحمة الله حبيبي، الله يبارك بيكم. مصوريني ذول الملاعين. ها؟ صورني ولك تعال شوف. والله. ايش مع ضحك بالعافية.